جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية أكد سلامة ثمار السنطرة أو اليوسفي من الديدان الخطرة ردا على استفسارات وردت إليها بخصوص مقطع فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعرض إصابة الثمرة بنوع من الديدان البيضاء. وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع محمد جلال إن ما ورد في مقطع الفيديو غير صحيح علميا، ذلك أن الحشرات التي تتغذى وتتطور داخل الثمار لا يمكنها أن تتغذى على عوائل أخرى من حيث طبيعة الجهاز الهضمي للحشرة.